حنروح للفقرة القانونية. اليوم رح نحكي عن الجريمة الإلكترونية اللي صارت منتشرة جدا بالآونة الأخيرة، وهذا الشيء سببه الاستعمال السيء لثورة التكنولوجيا والمعلوماتية. اليوم الهدف من هي السرقة هي خلينا نقول القرصنة، بمعنى إتلاف أو سرقة المعلومات. طيب اليوم نحن شو هي الجريمة الإلكترونية بنظرة القانون، وشو هي أنواعها، وشو هي أهم العقوبات لإلها؟ أسئلة حجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، بالإضافة إنه إحنا كيف قادرين نحمي أنفسنا وحساباتنا من أي جريمة إلكترونية. هدول الأسئلة وغيرهم رح جاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، وهي المحامية سارة لطيفة. سعد صباحك أستاذة، وأهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعطي هيك مفهوم بشكل عام ونعرف شو هي الجريمة الإلكترونية. هلا الجريمة الإلكترونية نعتبر الجريمة هي كل فعل مجرم بموجب القانون ارتكب على وسيلة إلكترونية. فنحن لنقول اليوم قدام جريمة إلكترونية أنا في عندي فعل بالحياة العادية هو فعل مانو صحيح، في له عقوبات بالقانون، تم ارتكابه عن طريق الشبكة الإلكترونية وساعد بانتشاره بطريقة كبيرة. طيب اليوم قصص كتير صارت وتناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وصرنا نشوف اليوم حالات وصلت يعني للشكاوي ولا القضاء بسبب الجرائم الإلكترونية. خلينا هيك نضوي على الأنواع بالمعلوماتية. نحن في عنا أكثر من نوع من الجرائم أو أكثر من صورة منشوف أنه هذا بيمثل جريمة إلكترونية. ممكن يكون بصورة احتيال، بصورة سرقة حسابات، ممكن يكون على منصات التواصل الاجتماعي قدح، ذم، تشهير، إساءة سمعة لأشخاص هنا بيكونوا عندهم صفحات على مواقع التواصل. ممكن يكون بطريقة معلوماتية صرفة، واللي هي مثل سرقة المعلومات على الأنظمة المعلوماتية مثل البنك أو السيستم اللي بتكون موجود عليه النظام المصرفي. ممكن أني أنا هلأ قدام جريمة إلكترونية، من قبل نحن كنا نكسر بواب نخلع لحتى نقدر نحصل على المصاري، هلأ ببساطة لطالما لما أنا كنت خبيرة معلوماتية وعندي الدافع الإجرامي اللي موجود، أنا ممكن أنا أخترق نظام مصرف وغير بالبيانات وارتكب فعل جرمي بمساعدة وسائل إلكترونية وشبكة موجودة عليها هي المعلومات. فعنا العديد من الصور هي بتكون موجودة في عنا. لنقول هلأ مؤخرا صايرين عم بنشوف العديد من سرقة الحسابات. بلاقي أنا فجأة عندي صفحة على الفيسبوك تم اختراقها أو تم سرقة صورة البروفايل تبعي، إنشاء صفحة وهمية تحكي باسمي وتكسب الثقة للمحيط على أساس أنه هي أنا. ففي عنا العديد من الأنواع. وفي شيء هلأ آخر فترة نحن عم نشوفه متداول بطريقة كتير كبيرة. طيب اليوم نحن شفنا وخصوصا التطور التكنولوجي اللي صار، الأجهزة الإلكترونية صارت يعني مثل ما بنقول بين إيدين الكل، حتى الأطفال المراهقين، يعني اليوم أي شخص ممكن أنه يتعرض لهذا الشيء. اليوم شو وسائل الإثبات أنه هذا الشخص فعلا تعرض لجريمة إلكترونية؟ نحن اليوم لحتى نقول الجريمة الإلكترونية في شيء اسمه الدليل الرقمي. نحن بعالم الجريمة بشكل عام في عنا أدلة بتساعد الجهات المختصة لحتى تتعرف على هوية الفاعل وتقدر توقع وتشدد بالعقوبة المفروضة عليه. نحن بالجريمة الإلكترونية إلى خصوصية معينة واللي هي الدليل الرقمي. أنا اليوم أتعرض لهيك نوع، مثلا نضرب مثال، اليوم انسرقت صفحتي أو كان في محادثة خاصة انسرقت هي المحادثة وتم ابتزازي فيها، أو ممكن تعرض لإلي بطريقة غير محببة. فأنا شو بعمل؟ أول فكرة أني أنا عندي دليل رقمي اللي هي المحادثة، عندي الصور، ممكن روابط تكون مرسلة من قبل الشخص الآخر. أنا وقت كون أمام هيك فعل ما أمحي البيانات أو الأدلة اللي هي بتكون موجودة. في عنا أشخاص بيخافوا، وخاصة للأسف نحن عنا فتيات ممكن يكون في لهم محادثات معينة أو شيء، بتلاقي إنه هي أول ما لقت الطرف الآخر تعرض له بطريقة سلبية فورا محت كل شيء، فرمتت الجهاز، راحت ما خلت لي ولا دليل أنا أقدر أقدمه للجهات المختصة تنطلق منه لحتى تقدر تلقي القبض على الفاعل. فنحن كتير مهم أنه نحن نحافظ على الأدلة والبراهين اللي هي بتساعدني لحتى
جرم الفعل بطريقة صحيحة. وأكثر ممكن تكون مو بس محادثات، ممكن تكون فلاش ميموري، ممكن تكون سي دي، أقراص مدمجة. طبعا أكيد في الروابط اللي هي بتكون مرسلة من قبل الشخص الآخر. فأنا لأقول اليوم إذا تعرضت أو أي فعل جرمي صار عندي على وسيلة تواصل أو منصة اجتماعية، أنا ما أمحي الدليل الرقمي وأتركه قد ما كان هو حساس وخاص بالنسبة لإلي. بس هذا إذا أنا عرضته بطريقة صحيحة على الجهات المختصة أكيد كله بيتم بسرية كاملة، يعني ما يكون عندهم ثغرة أنا أقطع لهم إياها أو ما ساعدهم لحتى يوصلوا بالطريقة الصحيحة للفعل. طب أستاذة سارة، اليوم إذا ما نقول بدنا نحمي حالنا، واليوم صارت القصة صعبة، يعني صارت القصة صعبة بانتشار أو تطور التكنولوجيا، اليوم فتنا بجيل آخر وهو الذكاء الاصطناعي، يعني هذا لحاله بده برمجة عقلية لتقدري تحمي نفسك من خلاله. اليوم إجراءات بسيطة، يعني أنا اليوم كيف قادرة أحمي بياناتي، أحمي ملفاتي، الصفحة، يعني بحيث يعني أقل خسائر ممكنة، وإلا اليوم صارت القصة كتير صعبة يعني. أهلا، نحن من البداية نرجع للأول، أنا الجريمة المعلوماتية هي كل الهدف تبعها أن تسرق البيانات والمعلومات. فأول لنقول إجراء أنا على الصعيد الشخصي ممكن أقوم فيه، أني أنا ما صرح أو أكتب أو بيح ببيانات تكون متاحة على منصات التواصل ممكن بيوم من الأيام اتلاحق عليها. يعني أنا عندي صور خاصة ما أرسلها كيف ما كان، عندي محادثات معينة ما أعمل كل حياتي، نحن للأسف هلأ كل حياتنا صارت على الموبايل. يعني من فترة حضرت سكتش على مقطع تمثيلي بيحكي عن شخص كان طالع بالتاكسي وهو رايح على مكان ما، نسي الموبايل تبعه بالسيارة، نزل ما فقد حياته، يعني هو نسي ما موجود على الموبايل أرقام هواتف عائلته، موجود عليه أكيد حساباته خسرة، موجود عليه كل البيانات اللي هو بحياته اليومية بيستخدمها. يعني أنا اليوم مثلا وقت الدواء تبعي على الموبايل، مواعيد مهمة بسجلها على الموبايل، عناوين مهمة. فأنا تخيلوا أنه أنا هيك كل هاي المعلومات موجودة على هذا الجهاز ويجي حدا يفوت ببساطة ويسرعها. فأول شغلة أني أنا ما أحط كل بياناتي وأموري الخاصة بمكان واحد، وإنما أحكي على الضروري وأحكي على الشيء اللي بيخدم الغاية اللي بدي إياها منه. يعني ما أحط صور خاصة، لأنه أنا ممكن أنا محادثتي أنا وصديقتي تكون سرية، بس أنا أوكي هي ما أنا مجرمة، بس أنا ممكن حدا من برا يخترق صفحتي أو صفحتها. يعني إحنا ما رح نخون ببعض، بس أنا كل واحد مننا اليوم لطالما هو موجود على منصات التواصل هو معرض لجريمة إلكترونية ولا سرقة البيانات اللي هي متاحة. فلنقول أول شغلة نحن ننتبه على الصعيد الشخصي على البيانات والداتا اللي هي بتكون موجودة عنا. الشغلة الثانية أنه نحن نحتفظ بكلمات السر اللي موجودة لحساباتنا. يعني مثل هذا الشخص ممكن أنا اليوم ما بس أفقد الحياة المعلومة المعنوية، يعني بحيز المعلومة ممكن الجهاز كله بالحيازة المادية أنا ما عاد يكون معي الجهاز. فأنا فقدت، ما عاد في يفوت على بروفايلي، ما عاد في يفوت على صفحاتي. فأنا أحتفظ بكلمات السر على ورقة خارجية أو على مكان آخر، ما أحفظ كل بياناتي بمكان واحد. اليوم لا سمح الله انسرق الموبايل أو هو ما عاد موجود معي، أنا بقدر من جهاز تاني يفوت وفوراً غير الباسورد أو فوراً أرجع أخذ دفة السيطرة بهذا الأمر. الشغلة الثالثة أنه نحن بحالة تعرضنا لهيك فعل جرمي نحن ننتبه أنه فوراً نخبر، لأنه هذا النوع من الجرائم بيمتاز بسرعة الانتشار. يعني ممكن اليوم أنا كسارة تعرضت لجريمة إلكترونية وأشخاص فاتوا واخترقوا الصفحة تبعي، ممكن يحكوا مع صديقاتي، ممكن يحكوا مع أصدقائي وفكروهم أنا، فكمان هن معرضين صاروا لهذا المجرم من خلال صفحتي. فأنا اليوم إذا ما خبرت ممكن رفيقتي كمان تتعرض لنفس الفعل، وبعده وبعده وبعده، كل ما تأخرت التطور والنمو سريع بهذا الأمر. بلشنا بصفحة صرنا بعشرين وخمسين صفحة مهكرة. فأنا خبر، حافظ على بياناتي، وانتبه شو تماماً عم شارك وبأي صورة عم بظهر على منصات التواصل. شغلة تانية أنه نحن الأهل، يعني أنا دور الأهل كتير بأكد له بالتواصل مع أطفالهم
بالواقع. يعني أنا اليوم بلاقي أنه صار في عنا كتير انفصال بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي اللي نحن فيه. فكمان نصيحة أنه نحن نحافظ شوي كأهالي على التواصل الحقيقي مع أولادنا، أقدر أكسب معهم وأخذ وأعطي معهم، لأنه كتير من أولادنا صارين عم يلجأوا لمنصات التواصل بالبوح عن مشاعرهم ومشاكلهم وكل شيء بخصهم بهي الأمور، بتخليني أنا بعيدة عنهم وبفقد التواصل معهم. وبوقت من الأوقات أنا صرت معرضة لسرقة كل هاي البيانات اللي موجودة، حتى البيانات العاطفية بيني وبين أطفالي. طيب اليوم أغرب أو أشيع الجرائم الإلكترونية اللي عم تشهدها فعلاً القصور العدلية شو هي؟ وكيف هل كانت في تغييرات طرقت اليوم بين قبل وبين هلا بالتطورات اللي عم بتصير؟ يعني في كل يوم عم يصير في تطورات على التكنولوجيا، فأكيد الجرائم بدها تكتر وتتغير. تمام. هلا نحن لنحكي شوي قانون بطريقه، انا دائما بحكي القانون بطريقه اجتماعيه لتكون اقرب للاشخاص وكل الاشخاص تكون عم تفهم علينا شو عم نقول. لنحكي شوي بطريقه انه نحن القانون ناظم للجريمه المعلوماتيه الصادر الرقم 12 صادر بعام 2017، بسبب تزايد والتطور السريع بهذا النوع من الجرائم صدر قانون اخر بالعام 2022 قانون رقم 20، وهذا دليل على أنه نحن هذا النوع من الجرائم هو بسرعة كبيرة بيتطور ومتحول كتير بطريقة كبيرة. نحن أكثر شيء هون نحكي كمجتمع سوري عم يكون عندنا آخر كم فترة، وصلني كم دعوة على المكتب بيحكوا أنه بيجينا اتصال، نحن لأنه ما في وعي بالبيانات تبعنا، انه هيدا الشيء كثير مهم انه ما لازم بوح فيه بطريقه، فبيجيهم اتصال انه الو مرحبا انا من الجهه الامنيه الفلانيه، انا من مكان هي، هلا رح يوصلك كود على الواتساب، بتبعت لي الاربع ارقام لانه نحن هلا عم نحقق بهذا الامر ونحن لازم نعرف هي البيانات. طبعا الشخص نحن كلياتنا مثل ما قال بايد العداله لحتى توصل للصح، بس هدول للاسف بيستغلوا بساطه المواطن السوري وحبه لتحقيق العداله، بفكر انه هدول الشخص حقيقي او شيء، فبنلاقي انه هدول الاشخاص احتالوا على هلا الاشخاص اللي هنا موجودين حاليا بسوريا. اغلبهم صار في عنا الشباب مسافرين برا البلد، فكلياتنا عنا عالم برا البلد، عنا مغتربين، عنا اشخاص ممكن يتواصلوا معهم من برا، فبيجي بيحصل بطريقه الاحتيال على الكود تبع الواتساب تبعه، وبتلاقي انه هو صار من خلال صفحته يحكي مع اولاده برا ويحكي مع اكثر من شخص. فهي اخر 10 ايام صارت هي النقطه. اكيد بدنا نوعي على اهميه عدم البوح بالبيانات السريه. انا كلمه السر تبعي مو بصير اعطيها لاي حدا، الكود اللي بيوصل لعندي انه مو بصير اعطيه لأي شخص موجود. وفي شيء ثاني كمان كصبايا، أنا انتبه اليوم كبنت ما أفكر أنه محادثتي مع الشخص الآخر هي محادثة خاصة أو سرية، أو هي ما ممكن حدا يفوت أو يطلع عليها إذا ما كان هو الشخص بحد ذاته. فأنا انتبه تماماً كبنت ما أشوف الحرية من خلال الموبايل، وما أشوف أنه هو نافذتي إلى العالم الآخر، وإنما هو سيف ذو حدين وفرد بأوس علي ومعي، ممكن استفاد من الإنترنت بطريقة كتير منيحة. صحيح. وممكن أني أنا أتضايق من هذا. دائما نحن بحاجة للثقافة المجتمعية، وخاصة بثقافة الشكوى، وخاصة للصبايا بظل الظروف اللي عم نشهدها. بنشكر حضورك لليوم، لكل المعلومات يلي ذكرتي. المحامية سارة لطيفة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك معنا، وأيضا للمعلومات اللي قدمتيها. بقية نهار حلو لك.